تدرب 20 شاباً وشابة أردنيين وسوريين في دورة تدريبية عقدها مختصون من الفريق الوطني للمسرح التفاعلي حول الكتابة الإبداعية وتقنيات المسرح التفاعلي. هي عبارة عن اندماج الثقافات بين السوريين وبين الأردنيين. كانت مشاركة جداً رائعة وخبرة أنا كشخصي بستفيد منها. المسرحية حالياً هذه حكايتي بتحكي عن المعاناة اللي ممكن يعانوها اللاجئين السوريين في حال اندماجهم بثقافة غير ثقافتهم من خلال اندماجهم بثقافة الأردنية، وبرضه بتحكي بكيف الأردنيين بيندمجوا مع الثقافة السورية. يهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي حول التماسك الاجتماعي والذي يترجم من خلال الاحترام وتقبل الآخر وتعزيز المواطنة الصالحة من خلال استخدام الفنون الأدائية بشتى أنواعها. هي قصتها بلشنا فيها كتابة مونولوجات وقصص كل واحد وقصته والتناغم والتعايش بين السوري والأردني. بعدين طلعت بمنتج مسرحية لأنه كان في كتير مواهب عند الصبايا والشباب. تكون التدريب من 40 ساعة تدريبية مكثفة تناولت مهارات الكتابة الإبداعية وتقنيات المسرح التفاعلي بما في ذلك الارتجال ولعب الأدوار والصوت والإلقاء. مكنت المشاركين من كتابة 20 مونولوجاً سيتم طباعتهم في كتيب وتعميمه على المراكز الثقافية والجهات المعنية. أيمن لحمود، رؤية.